خلينا بقى ايه نستمتع كده بصوتك العذب في حاجات بنسمعها بشكل دوري ويومي. يعني سمعنا تكبيرات العيد، سمعنا الأذان، سمعنا حاجات كده ايه عشان بعد الحلقة نقطعها ونحطها على موبايلاتنا وكده. يعني شرفني بزنس. نبدأ بالأذان الأول. هتعمله بطريقة مين؟ الشيخ النقشبندي يعني، او الطريقه المصريه. خلينا في الطريقه المصريه. الطريقه المصريه. اوكي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله 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 عليك يا محمد. الحمد لله. روح يا شيخ ربنا يفتح عليك. شكرا. روح يا شيخ يا رب اسمع يرفع الأذان بصوتك كل ما افتح الراديو ولا التلفزيون. أمنية أمنية يا رب يا رب يا رب. استنى من أمنيات حياتي اللي هو دايماً أتمنىها يا رب أبقى مؤذن كده وإمام مسجد، كانت حلم حلم. إن شاء الله إن شاء الله. اللي فات كان أصعب، اللي جاي بإذن الله هيبقى إن شاء الله أسهل. إن شاء الله. اللي هيفتح الأبواب هو صوتك وموهبتك وقبولك عند الحمد الناس. لله. الحمد لله. إن شاء الله يبقى صوتك موجود في الإذاعات وفي التلفزيون يا رب إن شاء الله في أقرب فرصة بإذن الله. تكبيرات العيد بقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله الله. أحلى كلام وأحلى روحانيات، وإحنا في أجواء الإسراء والمعراج. كل عام وأنتم بخير.